ديني هنا الحاله، ديني الحاله الاولى اني ماني غراحن عيشناني هنا، ديني الحاله يسمي قاس مرات بدا غات مينو تيخسر خدصه يا لو غير غناح ما انا حاكوين ما انا حاكوين وين خي حدا شي خصو يعيش خصو يخدم تدير خدمه الناس فهمت واحد مين دي غير بروبيتش قا واز ما دار تما واز ما ندار تعاوديني خي الفئه طام قلت عيش ندير سي كيني خدم ني غيني تي عسسن ني فئه طام قران ندار سندينا نكسي ني نمشيو ديها نمشي الدوله ني غير وين مارتشي كاني غير فهمت وزي استفادن ني هني وها يني داني تما انا غير راحن قانونيا تقدقني غير تما تخد سليبيس عاوداني من دزنا هذيك خصك تقدر خدمت كاز نخدمت واتي بوش شنو جندين كاز نخدمت هذه اللي الحل ها ولكن يعني خصها باش نوضع الحل الناس تقدر مار خدمت اس تقدر ينادى سنين نضيت تقدر ينادى سنين نضيت وما رغاس يعني عادي مريفشت يعني مريح ضيس طوموبين يعني عادي ما رغاس شع عاود عادي يعني وتكي خاش يعني وجبوه بليجي وجبوه بليجي يعني وجي يعني مرقت مسجدي شي حاجتي يعني هذيك هذه خطص يعني غاس يعني الحق هذه خطص مرو غاس شيء يعني عادي غا غاز دي قارب اسيني واضح حطش صافي واش هذه بعد وا يعني يوذن مسؤولين خيخ فنس وا كل شيء خيخ فنس يعني مر غاس يعني ذا سيو شي سيو شو عادي يعني هسي واش مي مو مزمه مروالو شو عيتي الشا شكرا يعني السلام عليكم الله فيك عافاك واش نقول لك هذه ضج دار ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي كاين اللي معاه كاين اللي ضد الراي ديالي انا بالنسبه لهذه ظاهره شنقول لك كاين الناس اللي كيجي كيوقف عليك على الشيء اللي تعطيه اللي بغيتي ماشي مشكل ولكن بعض الحين اللي كيفرض عليك هو واحد الطريقه معينه هنا كيبقى تساؤل خصو يكون شي مقنن يكون يعني البلديه تكلف شي تكلف واحد المحطه واحد اماكن معينه تخلص واحد الطريقه معينه وتكون داك الشيء ما يتحرج لهذا ما يتحرج للاخر يعني كتشوف واخا هكاك انه ظاهره مثلا كاينه عاديه الناس كيحضيو السيارات وكذا شنو نقول لك الناس كيترزقوا بها الله والسلام بطريقه نقدروا نقولوا ناس ممكن يخدموا خدمه اخرى ولكن شويه العجز يعني كياخذوا كيدوا دوري يعني واحد الدراهم اللي هما ساهلين كون نهار لقاو جروب شي يقولوا كان الجروب الزين كان الجروب عيان شويه انا بعدا في الجهه تاع النهضه كان البلاصه زينه تبدا خلط اللوطو تكون كاع تلعس ما تخلص معايا بصح كان شي بلاصه تلقى فيها ما تيقش اللوطو ديالك قاعد لا لا من الفلوس ماشي على الفلوس لو كي كان شي خضا حط السياره ديالك شي بلاصه ما تخافش عليها كاين شي خضا حط اللوطو ديالك هنا يبقى خايف خصك ما تبعدهاش انا وقع انا حطها لها انا خطرت نطلع ندور دور مجيد كاينين شي ناس كيقول لك كنخليو السياره غير جوج دقائق وكنخلصوا عليها واش هادشي انت كتشوفو قانوني هذيك راهم دايرين هذه قانون ما واش قانوني ولا يخطفوا ما نعرف هذيك حطيت دخلي بلاصي ما عجبكش البلاصه بغيت تنقل قول خلص انت كيفاش كتشوف هادشي هو انا هذيك اصلا ما كنش كما هذيك خصها يكون شي يكون شي قانون في هالمحطات وانا كاش خطا حط اللوطو لهيه وما تعجبنيش البلاصه بغيت نبدلها كاين ولي يقول لك لا تخلص خصها يكون شي قانون واحد اخر كل شي قانون اخر الا ما كاش القانون كل شي هي الخطفه كاين شي حاجه مع القانون فبطبيعه الحال في مدينه الناظور يعني بقينا تنشوفوا هذه الظاهره هذه ظاهره اللي تكاثرات بزاف في الاونه الاخيره خصوصا في الظرفيه ديال الصيف هذه الدخول ديال الجاليه المغربيه الدخول ديال الناس الزوار من الاقاليم اخرى لانه كاين بحال المدن الكبيره يعني تكون واحد يعني كما تقولوا الناس في هذه الظرفيه تستفدوا تيبغيو يديروا واحد الانعاش الاقتصادي ولكن كاين الظرفيه ديال كما قلتوا حراس السيارات او كما تقول صحاب باركين كثروا في هذا كثروا في هذه الاونه الاخيره السبب راجع انه البطاله يعني انه تتلقى الشباب كما تلاحظوا انهم هذوك اللي باركين يلا الشباب يلا اللي يجون يعني انه كثره البطاله ما لاقين ما ياكلوا ما لاقين ما يصرفوا ما لاقين كاين اللي مبلي كاين اللي حاجه يعني هذا هو السبب اللي تيخليهم يخرجوا لهذا الدومين هذا يعني انا نقولوا اللهم نمشي ندير باركي ولا نمشي نشفر ولا نمشي نسرق ونصدق في الحباسات لا كاين المواطن اللي عنده احراج علاش لان كل واحد القدره الجيبيه ديالو احنا مع الارتفاع ديال المازوت وحنا مع القدره الجيبيه ديال الناس اللي عندهم السيارات واش انهم يشوفوا الارتفاع ديال المازوت واش انهم كل ما يوقفوا يخلص 5 دراهم ولا يخلص 2 دراهم ولا حاجه يعني هنا كاين واحد شويه ديال هاد الظاهره ماشي مزيانه ولكن تقولوا كما اللهم حاجه اللي قليله يديباني بها ولا انه يدير شي حاجه اللي يدخل بها الحباسات